صلاة الجنازة على الشهيدة معالي غازي الصالح التي قضت متأثرة بجراحها التي أصيبت بها أثناء المجزرة في مدينة اللطامنة على يد عصابات بشار الأسد وشبيحته. مدينة اللطامنة يوم الاثنين 16/4/2012. صلاة الجنازة على الشهيدة معالي غازي الصالح التي قضت متأثرة بجراحها على يد عصابات بشار الأسد وشبيحته أثناء المجزرة في مدينة اللطامنة. Thank you.